الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، أقدم في هذا المقطع القصير ما تسمى مظاهر الدولة المسعورة، وهي مهمة جدا في إطار حديثنا عن فلسفة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. على بركة الله نبدأ. هذا أول مظاهر سلطة بلا حدود للمستبد الرئيس، رئيسها رئيس الوزراء في هذه الدولة نتحدث عنها، أو مهما كان هذا الدكتاتور أو هذا المستبد، هذا المتسلط، سلطة بلا حدود لهذا المستبد المتسلط. جنون العظمة يكون سلوكا واضحا على المستبد الأول، هو المتسلط الأول الرئيس أو ما كان هذا الدكتاتور. سهولة التلاعب بالقوانين في هذه الدولة، أي الدولة المسعورة. حديث المستبد الأول بكثرة عن الدين والوطنية والأخلاق بعكس ما يتصرف. هنا يمارس المستبد الأول سياسة فرق تسد كي يتستقر له الأمور. لا يوجد فيها هذه الدولة، لا يوجد فيها دستور، وإذا وجد يكون العوبة بيد المستبد الأول. تطفح حياة المستبد الرئيس بالغموض والفضائح. سهولة تدخل السلطة في الشؤون الخاصة لمواطنين الدولة المستبد المسعورة. استخدام الدين كأداة من أدوات الضبط والسيطرة على الناس. أولوية الأمن على كل الحاجات الاجتماعية. السيطرة بواسطة إدارة الرعب والتخويف وإرهاب الناس في مجالات الحياة. سهولة الاعتداء على حقوق المواطنين وامتهان كراماتهم. السيطرة على وسائل الاتصال الجماهيري أو ما يسمى الماس ميديا. هنا كثرة الإعطيات للموالين. مؤسسات الدولة المسعورة هياكل فارغة. هنا شدة العقوبة التي تقع على مخالف نظام المستبد. إنجازات اقتصادية واجتماعية وإنسانية قليلة. كثرة المظاهر الأمنية. تعليم منحدر، وأخيرا شبه فاشلة. هذه المظاهر العشرين رصدتها في أكثر من 30 دولة من العام 1000، يعني طبعا تاريخها من تقريبا 1910 إلى تقريبا يعني قبل 5 سنوات، بما فيها الاتحاد السوفيتي سابقا، الصين العظمى قبل الثورة الشيوعية، واستمرت خلال الدورة يعني الحكم الشيوعي، وكوريا الشمالية وما شابه. فهذه مظاهر الدولة المسعورة أعوذ بالله منها ومن من أسسها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الطلبة حيثما كنتم.